في العناوين: بين جعجع والحريري عقدة عون. ما تركنا أي احتمال إلا مطرحنا، الاحتمال اللي منحبه والاحتمال اللي ما منحبه. سلام، الراعي لم يفاتحني في التمديد ولم يحملني رسالة إلى السعودية. هيل من عين التيل تجنب دفع ثمن الفراغ. في الخاص ترسيم حدود داخل البيت الزوجي. وعندي واجب عائلي أولاً، وعجب وواجب كمان تجاه الدولة اللي كمان أنا عندي جنسية. من بائع شاي إلى رئيس للهند. وفي النشرة: مرة لوحدها. مساء الخير. الحريري، جعجع وعون ثالثهما، أي سر حمله اللقاء؟ وهل سمى زعيم المستقبل الجنرال مرشحا توافقيا؟ يبدو كذلك، وإن اختلفت التصريحات وصدرت بيانات النفي وجملت العبارات. ووفقا لمصادر في تيار المستقبل، فإن الحريري قال على مسامع جعجع: لا حل لدي، وأولوياتي الرئيس القوي، لكنني سأسير في أي تسوية، فبالنسبة لي أي خيار أفضل من الفراغ، ولن أستثني أحدا. تابع الحريري: أنتم كمسيحيين الكرة في ملعبكم، وقد اتفقتم في بكركي على رئيس قوي، واليوم فإن بكركي تضغط علينا ولن أستطيع أن أقف مكتوف اليدين. نحن سنحضر الجلسات ولن نغادر النصاب ونترك البلد يذهب إلى الخراب. هذه المحادثة كانت بشهود إثبات، فقد حضر اللقاء كل من نادر الحريري وغطاس خوري وهاني حمود قبل أن تعقد خلوة بين جعجع والحريري. قد يكون اسم عون طرح فيها إنما على قاعدة الثابتة التي أطلقها زعيم المستقبل من أنه ذاهب بأي مرشح ولا فيتو لديه على أي اسم يكون موضع توافق بين المسيحيين أنفسهم. جعجع وضع الترجمة الفعلية لكلام الحريري وقال في مؤتمر صحفي اليوم إن زعيم المستقبل طرح الخيارات كافة، وفي شيء بتحبه وفي شيء ما بتحبه، ومن ضمنه الجنرال عون اللي طارح حاله مرشح توافقي. خلينا نتوقف ونشوف قدي في إمكانية تعتبره هيك ونروح نصوت له. فرد جعجع بأنه يثمن العلاقات التي ينسجها المستقبل مع التيار الوطني الحر، لكن عون ليس مرشحا توافقيا لليوم. وبموجبه فإن بيان نفي القوات لما أدلى به جعجع بأنه مغلوط فيه ومجتزأ وغير دقيق على الإطلاق سيصنف على أنه بيان غير دقيق، لأن الجوهر موجود ودليله من صوت جعجع وفيه. وفي الحصيلة فإن المستقبل وضع ميشيل عون خيارا، لكن هل كان هذا الخيار بعيدا من رأي السعودية؟ فوزير خارجيتها سعود الفيصل افتتح مكتبا انتخابيا في باريس واستدعى المعنيين بالاستحقاق اللبناني إلى العاصمة الفرنسية وليس إلى الرياض لإشراك فرنسا في القرار باعتبارها الراعي الأم للجالية السياسية المسيحية. والتقى هناك كلا من السنيورة وجعجع والحريري وجنبلاط، وقال على مسامعهم إن بلاده ليس لديها أي مرشح للرئاسة، لكنها تفضل الاستقرار وتفادي الفراغ، ولا يجوز لدولتكم أن تبقى من دون رأس، فنحن لدينا رغبة في تسوية تأتي برئيس للجمهورية. هذه التسوية قد يتطلع إليها رئيس الحكومة تمام سلام، الذي توجه اليوم إلى السعودية معلنا قبيل وصوله أنه لن يبحث في الاستحقاق الرئاسي هناك. لكنه في هذه النقطة بالذات قد يكون سلام في حاجة إلى إعادة ترتيب لأفكاره، فهو لا يحمل معه إلى المملكة إلا هذا الهاجس.
دعا رئيس الحكومة تمام سلام المغتربين والخليجيين وخاصة السعوديين إلى الإقبال بكثافة على الاستياف والاستثمار في لبنان، لافتا إلى بداية مشجعة لمجيء السعوديين إلى الربوع اللبنانية. كلام سلام جاء خلال لقاء حاشد مع الجالية اللبنانية في مقر القنصلية في جدة بحضور أعضاء الوفد المرافق، حيث شدد على الدعم السعودي الدائم للبنان، وخص بالشكر والتقدير خادم الحرمين الشريفين وإخوانه في القيادة السعودية. وإذ لفت إلى إنجازات الحكومة في الأمن والإدارة، أوضح سلام أن العمل سيتكثف من أجل انتخاب رئيس للجمهورية والوفاء للاستحقاقات. بعد ذلك انتقل الرئيس سلام والوفد المرافق إلى دارة الرئيس سعد الحريري في جدة، حيث عقد اجتماع ضم إليهما الوزراء ميشيل فرعون، محمد المشنوق، أكرم شايب، رشيد درباس، لياس بوصعب وعبد المطلب حناوي. وعقب اللقاء مأدبة عشاء أقامها الحريري على شرف الرئيس سلام والوفد المرافق. الحريري وجعجع يتداولان في باريس في ملف المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية. السفير الأمريكي يحذر من ثمن الفراغ الرئاسي، وأخبار إضافية في بانوراما محلية للزميلة عنان زلزلي. المرشحون المحتملون لرئاسة الجمهورية استعرضهم الرئيس سعد الحريري في لقاء مطول جمعه ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في العاصمة الفرنسية باريس. وكشف جعجع عقب اللقاء أن الحريري طرح ومن بين المرشحين من يحب ومن لا يحب، فكان عون من ضمنهم. صراحة يعني توقفنا عند أي مخرج ممكن للأزمة، ما تركنا أي احتمال إلا ما طرحناه. الاحتمال اللي منحبه والاحتمال اللي ما منحبه، طبعا بتعرفوا الاحتمال ما منحبه. سعد الحريري طرح من الجملة انه من جملة الاحتمالات يلي انطرحت انه خي في جنرال ميشيل عون طرح حاله مرشح توافقي، انه خلينا نتوقف ونشوف انه قديش في امكانية يعني نعتبره هيك ونروح ونصوت له، في شيء اكثر من هيك؟ توقفنا مطولا عند هالاحتمال، وللأسف من بعد ما استعرضناه من كل جوانبه، بس من نهاية المطاف لحد هاللحظة الجنرال عون مش مرشح توافقي. يعني مثلا مرشح توافقي ما في يتصرف مثل ما تصرف بأول جلسة الانتخابات الرئاسية، انه مش فنجان قهوة وكاس عرق بيخلوا الواحد يروح يعمل رئيس جمهورية، مش يقبل بحالتين رئيس جمهورية. تركين لك حل واحد على انه يا فراغ يا تروح تنتخب العماد عون، هذا ما انه منطق، هي منا ديمقراطية، هي منا حرية. وصل رئيس الحكومة تمام سلام إلى مطار جدة في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية، وكان في استقباله على أرض المطار عدد من الوزراء والسفراء. ومن الطائرة أكد رئيس الحكومة تمام سلام أن لا علاقة لزيارته بالاستحقاق الرئاسي، ونفى أن يكون البطريرك الراعي قد فاتحه في موضوع بقاء الرئيس ميشيل سليمان في بعبدة إلى حين انتخاب رئيس. وقال إن العلاقات مع رئيس تيار المستقبل سعد الحريري مستمرة ومتواصلة، مشيرا إلى أن العلاقات مع السعودية وطيدة، وأنه حرص على بدء جولته العربية بالسعودية منوها بما أعطته للبنان، آملا عدم الذهاب إلى مزايدات سياسية بعد 25 من أيار. قبيل مغادرته إلى السعودية، التقى رئيس الحكومة تمام سلام في السرايا الحكومية البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وكانت دعوة مشتركة لتضافر كل الجهود للنهوض بالبلد. أيضا هناك بعد آخر قد يذهب إلى الفراغ إذا ما تم محاولة لتسييس هذا الشعور، نأمل أن لا نصل إلى ذلك. معقول بعد 6 سنين هلأ بتفوقوا إذا بتعملوا شعور أو مش شعور؟ إذا الدستور بيأمركم، مش أنا بدي أقول لهم اقنعهم. من عين التين، وبعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، حذر السفير الأمريكي ديفيد هيل من ثمن الفراغ الرئاسي، وشدد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية. انتهزت هذه الفرصة لتكرار موقف الولايات المتحدة ولحض القيادات اللبنانية على انتخاب رئيس الجمهورية في المهلة المحددة وفقا للدستور. إن هدفنا هو مساعدة اللبنانيين على حماية العملية الانتخابية من دون أي تأثير لتحديد النتائج مسبقا.
إن المجتمع الدولي يريد المساعدة في هذا المجال مع التحديات الكثيرة التي تواجه اللبنانيين. إن النجاح لن يكون ممكناً من دون التزام القيادات اللبنانية بهذه الأهداف وتضافر الجهود فيما بينهم، وأن يأخذ العمل الرئاسي والبرلماني والحكومي مساره لمواجهة هذه التحديات وتجنب دفع ثمن الفراغ. في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط، طرح رئيس حزب الكتائب أمين الجميل نفسه مرشحا توافقيا ملوحا بخطر الفساد الذي يهدد الميثاق الوطني، ودعا قوى الرابع عشر والثامن من أذار على السواء إلى التوقف عن العناد والذهاب إلى تسوية تحفظ البلاد بتوفير النصاب في الموعد المحدد. ومن بيت الكتائب في الصيف، أكد الجميل أن الأمر ليس مجرد عملية حسابية، فهو لا يبحث عن تحقيق أرقام في البرلمان بعدما عجز حليفه سمير جعجع عن تحقيق الأكثرية اللازمة، فهو يريد أن يكون رئيسا وفاقيا أو لا يكون، والمقصود بالوفاقي بحسب الجميل القدرة على التواصل مع كل الأفرقاء. دوى انفجار في حي حطين في مخيم عين الحلوي صيدا، تبين أنه عبارة عن عبوة وضعت في عربة للخردة والحديد، والمستهدف منه العقيد في حركة فتح طلال الأردني الذي كان عائدا للتو من اجتماع في السفارة الفلسطينية في بيروت. وفيما نجا الأردني، أصيبت امرأتان نقلتا إلى المستشفى للعلاج. الله أنقذنا بفضله والحمد لله، فإحنا نعلم من هم هؤلاء الخفافيش، وإن شاء الله إحنا وقيادتنا وقيادة الحركة بحركة فتح بنعرف كيف نتصدى لهؤلاء العملاء وخفافيش الليل. على وقع تصاعد الاستعدادات لكأس العالم لكرة القدم والترجيحات والمراهنات على فوز هذا الفريق أو ذاك، عمد مشجعو الفريق البرازيلي إلى رفع علم البرازيل على صخرة الروشة، ما استوجب اتصالات على أكثر من صعيد بادر إثرها عناصر الدفاع المدني إلى استبدال العلم البرازيلي بالعلم اللبناني الجدير وحده باحتلال قمة الصخرة، إحدى أبرز المعالم الوطنية والأثرية في لبنان. كلفنا أنه نحن نشيل العلم دولة البرازيل اللي بنحترمها، حطوا مثل ما شفتوا داخل علبة بقلب منا وردة. نحن بنحترم كل الدول الصديقة، لكن أعلامها موجودة بقلوبنا، بينما هي الصخرة لازم يكون عليها العلم اللبناني فقط. إلى ذلك، وبمبادرة من رئيس مجلس أمناء نادي الشبيبة فؤاد شهاب ومجموعة نوادي وجمعيات ساحل قضائب عبدة، عقد مؤتمر صحفي بمشاركة جمعية فرانس فولونتير، تم فيه الإعلان عن تطوع 200 شاب وشابة لمؤازرة الدفاع المدني في مكافحة الحرائق التي قد تحصل في المنطقة في أي وقت. رسائل رؤساء الجمهورية، هل تلزم النواب الحضور وما آلياتها؟ قراءة قانونية في رسالة الرئيس ميشيل سليمان. على مشارف انقضاء المهلة الدستورية بثمانية أيام، اختار رئيس البلاد العماد ميشيل سليمان قبيل مغادرته أروقة القصر الجمهوري أن يستخدم صلاحية مراسلة المجلس النيابي في محاولة لإلزامه عقد اجتماع لانتخاب خلف له إثر الفشل للمرة الرابعة في انتخاب رئيس. أستاذ المجلس الذي لم يشأ في حينه التعليق على الرسالة وتوقيتها، سارع في مطلع الأسبوع إلى ترجمة موقفه، فوجه دعوة إلى أعضاء المجلس للمشاركة في جلسة الأربعاء لمناقشة الرسالة. ثلاث رسائل رئاسية في عهود ما بعد الطائف وجهت، فهل تلزم الدعوة الثلاثة النواب الحضور؟ وما آلية هذه الدعوة بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب؟ في رسالة بعث بها الرئيس الياس هريبي من موضوع الزواج المدني الاختياري، في رسالة أخرى أرسلها الرئيس إميل لحود بموضوع قانون الانتخاب في حينه، أو ما كان يسمى بقانون غازي كنعان، وهذه الرسالة تندرج كرسالة سلسي. إذا كان رئيس الجمهورية بده يمثل شخصيا، وأنا يعني ما عندي معلومات بهذا الشأن تحديدا، بمجرد بأنه يوجه رسالة بواسطة رئيس مجلس النواب، ضمن 3 أيام تعقد جلسة، ضمن الجلسة يأخذ مجلس النواب أو يتخذ مجلس النواب القرار أو الموقف أو الإجراء المناسب بشأن هذه الرسالة. هلأ بالماضي يعني مجلس النواب أهمل رسالة الرئيس الهريوي، وبموضوع أيضا الرسالة التي وجهها الرئيس لحوت في حينه، وبالتأكيد مجلس النواب سيكرر رئيس مجلس النواب رغبته بأن يتم احترام المهلة الدستورية لتفادي الشهور، ولكن طبعا لن يتخذ قرارا أو إجراءا. حضور النواب منه إلزامي، وما بنص النظام الداخلي لمجلس النواب على يعني أكثريات معينة لاتخاذ موقف، ما يدل
إلى أنه الأكثرية هي الأكثرية العادية من عدد الحضور، يعني عدد الحضور نصف زائد واحد. ويدرج رجل القانون سليم جريساطي رسالة سليمان في خانة الرسائل المعنوية بامتياز. بس كيف في مناسبات أخرى كان يجدر بفخامة الرئيس أن يرسل بها رسائل مجلس النواب، وأنا كنت أسديت إليه النصح في جلسي مع فخامته أنه بموضوع التأخير مثلا بتأليف الحكومة. أنا برأيي توقيت هذه الدعوة الآن يعني إبراء ذمة رئيسية بموضوع التأخير الحاصل في انتخاب رئيس. إذن تأخر سليمان في توجيه رسالته إلى مجلس النواب، وإن كان الموضوع يعود إلى استنسابيته، فعسى أن تحل بركة ذخائر الباب القديس وتساعد سليمان برسالته وبر برده في انتخاب رأس جديد للبنان. دارين دعبوس، قناة الجديد. النائب سيمو أبي رمية حائر الولاء بين اجتماعات باريس والخامس والعشرين من الشهر الحالي. تاريخ الخامس والعشرين من الشهر الحالي وباريس وما يدور فيها يشغلان النائب الجبيلي سيمو أبي رمية، وبعض الاهتمام من كثرة اللقاءات المتمحورة حول الاستحقاق الرئاسي في العاصمة الفرنسية. الأجواء اللي عم تجينا منا كتير بعد الضبابية، لأنه كل فريق عم يحكي عم يعطي كلام مغاير عن الآخر. بعتقد بعد 48 ساعة قبل جلسة يوم الخميس الأمور بتتوضح. ذلك بعض الهم، أما الهم كله فمن الحب كله. فالخامس والعشرون تاريخ انتخابات المستشارين القنصليين لمجلس الفرنسيين في الخارج. في هذه الانتخابات ترأس فابيان بلينو أبي رمية لائحة الاتحاد من أجل حركة شعبية أو الحزب اليميني الفرنسي عن الدائرة التي تضم لبنان وسوريا. أنه عندي واجب عائلي أولاً، وواجب كمان تجاه الدولة اللي كمان أنا عندي جنسيتها اللي هي فرنسا، أنه ساهم بحملة مرتي أكيد قدر المستطاع، يعني مش مخصص كل وقتي. ما بتتصور أنه انتمائك السياسي عم معقول يضر معركة زوجتك، لأنه الناخبين بينتخبوا على غير أساس، بس بيعرفوا أنه فلان معقول يكون بهذا الجو السياسي بيصير في نفور أما قبول للبعض، ليك يعني عم تفيدها يا عم تضرها. مزبوط. هلا اكيد العامل اللبناني وقت بيدخل بالدق، لكن مرتي مصره على فرنسه هذه الانتخابات، بينما في اخرين عم بيلبنوها، يعني عم بيلعبوا على هذا الكلام يلي عم بتقوله، انه انتبهوا مرته للنايب سيمو ابرميا الى ما هنالك. في داخل البيت الزوجي غرفه مخصصه لفريق فابيان الانتخابي. النائب اللبناني أبي رمية يحيد نفسه قدر الإمكان عن تفاصيل الحملة حتى لا يتشابك اللبناني بالفرنسي، وفابيان تؤكد أن الحدود السياسية مرسمة داخل البيت الزوجي. C'est sûr que je peux comprendre que ça peut déranger certaines personnes. Mais ça, je pouvais le comprendre il y a 8 ans, puisque depuis 8 ans, je suis déléguée UMP Liban. J'ai été élue par les militants à 3 reprises et j'ai la confiance de ma famille politique, puisque j'ai fait les campagnes de Nicolas Sarkozy à 2 fois. J'ai été choisie pour être suppléante du député Alain Marceau. Donc, si vraiment j'avais un problème avec ma famille politique, je ne serais pas là aujourd'hui. Moi et mon équipe, nous sommes tous des personnes qui vivons au Liban, proches des gens, disponibles pour eux. Et la deuxième chose très importante, c'est que nous sommes investis par un parti politique, ce qui nous donne les moyens de travailler. اللائحة اليمينية واحدة من لائحتين تحظيان بدعم الحزبين الفرنسيين الكبيرين اليميني الدغولي واليساري الاشتراكي، وفي هذه الانتخابات تؤكد فابيان أهمية التواصل مع الفرنسيين في لبنان وسوريا. C'est vrai que avant de partir vraiment pour ces élections, j'ai eu envie et besoin d'aller à Damas et j'ai rencontré beaucoup de Français de Damas il y a quelques semaines. On a pu beaucoup parler sur les problématiques particulières qu'ils avaient. Et grâce aussi à Alain Marceau, on règle déjà depuis 2 ans, le début de la guerre, beaucoup de dossiers qui concernent les Français de Syrie. كثرة الاستحقاقات بين باريس وبيروت هذا الخامس والعشرين من أيار، أما أبي رمية فأولوياته محددة. إذا اليوم هلأ بتنقل هالجمعة شو بدي يصير فيها؟ بدي مشي على رئيس الجمهورية أم تربح مرتك الانتخابات، أي أولوية بالنسبة لأنا الأكثر؟ أنا أولويتي لبنانية قبل ما تكون أولويتي فرنسوية، لأني نايب لبناني وأنا لبناني قبل ما أكون فرنسوي، هذه الأمور ما فيها لبس يعني. الانتخابات الفرنسية تجري على القانون النسبي، ما يعني الفوز المضمون لفابيان بلينو أبي رمية وهي المرشحة الأولى على لائحتها،
وبذلك وبعكس أقرانه في التكتل لأبي رمية الزوج احتفال مضمون نهاية هذا الأسبوع. جاد غصن، قناة الجديد. أهلا بكم. جديد المالكي يفوز بأكثرية المقاعد، اشتباكات حلب مستمرة، الجيش الروسي يبدأ انسحابه من شرقي أوكرانيا، وأخبار أخرى في هذه البانوراما. أعلنت المعارضة السورية أن وزير الدفاع في حكومة المعارضة استقال بعد خلافات مع رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد الجربة. إلى ذلك أعلنت شبكة سوريا مباشر أن مقاتلين من المعارضة أطلقوا قذائف هون على مبنى الهيئة العامة للأركان في الجيش السوري قرب ساحة الأمويين وسط العاصمة دمشق. وجاء هذا التطور بعد أن شنت الطائرات الحربية 5 غارات جوية متتالية على أطراف بلدة المليحة في ريف دمشق الشرقي لليوم 48 على التوالي ضمن حملة عسكرية على البلدة وفق ما ذكر اتحاد تنسيقيات الثورة. هذا فيما المعارك مستمرة في حلب لا سيما في حي الراشدين. أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية من دون أن تخالف التوقعات، فقد تصدر ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي النتائج في العاصمة بغداد حيث نال فيها فقط 32 مقعد، فيما تشير النتائج في عموم العراق إلى أن كتلة المالكي قد فازت بأكثرية المقاعد في البرلمان العراقي لكنها لم تحقق الأغلبية. في ليبيا أعلن قائد القوات الخاصة الليبية في بنغازي أن قواته انضمت إلى عملية الكرامة التي بدأها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وكان مسلحون قد نفذوا هجوما صاروخيا على قاعدة بنينة الجوية العسكرية في بنغازي شرقي ليبيا من دون أن يسفر الهجوم عن وقوع ضحايا. واتهم قائد القاعدة الجماعات الإسلامية متشددة بالوقوف خلف الهجوم، ويأتي هذا الهجوم ردا على غارات جوية شنتها قبل 3 أيام طائرات يقودها ضباط في سلاح الجو على مواقع عسكرية تابعة لجماعات إسلامية متشددة في بنغازي. دبلوماسيا، أغلقت المملكة العربية السعودية سفارتها في ليبيا ورحلت كل العاملين لديها من دون أن توضح أسباب هذا التحرك. كذلك فعلت القنصلية التركية في بنغازي بعد تلقيها تهديدات بمهاجمتها. اعتقلت قوات الدفاع الشعبي في مدينة سلافيانسك الواقعة في شرقي أوكرانيا 2 من عناصر الاستخبارات الأمريكية CIA في وقت قتل 1 عناصر قوات الأمن الأوكرانية وأصيب 3 آخرون بعد تعرضهم لقصف بالهاون من قبل مسلحين. وفي مدينة كراماتورسك تمكنت قوات الدفاع الشعبي من السيطرة على 2 من الحواجز والتصدي لهجوم الحرس الوطني الأوكراني. في غضون ذلك بدأت القوات الروسية بالانسحاب من المناطق الشرقية للبلاد. بائع الشاي رئيسا لوزراء الهند، كيف فاز على عائلة غاندي الحاكمة؟ هذه هي الهند بكل تناقضاتها، تضج حياة وألوانا على الرغم من فقرها. وهذا هو ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي المنتخب. أمامه الآن طريق طويل لتأليف فريقه الحكومي، لكنه لن يكون أطول من ذاك الطريق الذي سلكه من موطنه الأصلي المتواضع في ولاية جوغارت حيث كان يبيع الشاي إلى سدات الرئاسة. على وعد بمحاربة الفقر الذي يأكل أكثر من 70% من السكان، وصل بائع الشاي وحزبه بهارتيا جناتا إلى قصر حيدر أباد في سابقة هي الأولى منذ 30 عاماً. فجأة ومن دون سابق إنذار قرر الشعب الهندي أن يخرج من سطوة سلطة عائلة غاندي الحاكمة التي استأثرت بالحكم طوال 10 سنوات لاحقتها خلالها كل فضائح الفساد وتعطيل الاقتصاد. ما بدأه الناشط أن هزاري عام 2011 في محاربته الفساد أتى أكله في الانتخابات، ترك فقراء الهند ولاءاتهم السياسية وتركت أقليات الهند مخاوفها من قومي هندوسي متهم بتحريك أحداث عام 2002 ضد الأقلية المسلمة التي يبلغ عددها 150 مليوناً، فانتخب بائع الشاي رئيساً للوزراء بعدما وعد بتحقيق أحلام أكثر من 1 مليار هندي.
لا يجب أن يشعر المسلمون بالخوف، والهندوس لا يحبون أن يعتدوا على أي ديانة. في هذا العمر وما زال شديد الجاذبية والقوة، لا يعني أنه يركز على مظهره، ولكنه قال بأنه يحب أن يهتم بلباسه، وإذا مثلنا في الخارج سيكون أنيقا. وللمنصب الذي تسلمه مودي أهميته المفصلية في ظل دور شكلي لرئيس الجمهورية، وهذا ما أثار حفيظة الحزب الحاكم الذي تتزعمه سونيا غاندي كنة أنديرا غاندي، التي لم تعتدي الجلوس في مقاعد المعارضة في بلد حفر اسم المهاتما غاندي في وجدانه طويلا. ولم تتوقف وعود بائع الشاي على استعادة الأيام الجميلة، إذ وعد باستعادة مكانة الهند كدولة كبيرة في العالم، وسرعان ما استجابت البورصة الهندية فارتفعت، ورحب الرئيس الأمريكي فرفع المقاطعة. وفيما يخص العرب، فالهند معروفة بدبلوماسيتها الأنيقة في منطقة الخليج العربي، التي تظل الأكثر ارتباطاً بمصالحها الاستراتيجية وثرواتها الاقتصادية، ومعروفة أيضاً بموقفها الموازي للموقف الصيني والمتعاون في برنامج النووي الإيراني والحذر في الشأن السوري، وكله على قاعدة المصالح أولاً. الآن نبقى مع النشرة الفنية ودارين شاهين. مساء الخير. البداية رح تكون مع مسرحية مرة لوحدة من تمثيل خلود ناصر والإخراج لشادي هبر. منتابع سوا. مدام بونجور. في شهر شباط كانت التمارين تحضيراً لهذه المسرحية، أما البداية فكانت فعلياً في شهر أيار وما زالت تعرض على مسرح منو حتى الساعة. مرة لوحدة للمخرج شادي هبر من تمثيل خلود ناصر لوحدة. في علي إقبال لأنه هيدا الموضوع بيحكي الواقع اللبناني، لأنه يعني موضوع المرأة وبالتحديد المعنفة صرنا عم نشوفها كتير بهالفترة كم شهر اللي قطعوا، وهو الصراحة هيدا شيء هو اللي حفزنا أنه نشتغل على هيدا النص، لأنه شادي الهبر فرجاني عن النص تقريبا من سنة وقدم لي وقال لي أنه ياريت فينا نشتغل سوا على الموضوع، وكان في مشاريع بين إيدي وصرنا نقول أنه أوكي لنلاقي له الوقت المناسب. ونحن يعني كتير استمتعنا بالشغل، لأنه كمان هو النص في مضامين كتير مهمة مش بس عن المرأة المعنفة، بحاكي موضوع المرأة بحياتها الجنسية مع زوجها، بحاكي موضوع المرأة يعني بحميميتها. لما تيجي تحضر المسرحية بتلاقي انه انت فتت على عالم المرأة يعني من جوا ونبشت منها مشاعر كتير. هذه المسرحية بتعتمد على ممثل واحد قوي قادر يحمل نص لمدة 50 دقيقة وما يخلي الجمهور أبداً يضيع أو ما يلتفت إلا لإله. خيارنا لداريو فو فرانكا راما بمسرحيته مرة لوحدة، وهو نص إيطالي كتب سنة 77، لقينا أنه هيدا النص بيشبه كتير الواقع يلي عم بتعيشه المرأة المعنفة بلبنان، فحبينا أنه نحطه على خشبة المسرح ونفرجه للناس كيف هيدي المرأة عم بتعيش حياتها، وكيف المشاعر يلي هي بتعيشها، وكيف التناقض بالمشاعر يلي هي بتعيشها بحياتها وعلاقتها مع كل الرجال اللي حواليها. لا لا هيدا مش شرط، هيدا واحد 51 خنزير كبير بيتصل فيه شي 3-4-5 مرة بالنهار.
بيحكي أشياء زعل، أوقات ما بفهم، أحيانا بصير فتش بالقاموس تلاقي معناتها بس ما بلاقيها. ليكي مريض واحد بكفيني، ما فيني أهتم بكل رجال وسخين المريضين. أيام شوفي حيوان يا واطي خنزير، هيدا تليفون الرقم للبوليس، ما حسألك. مرحبا نبيل، هيدا جوزي. إيه نبيل، لا مفكرتك حدا تاني، مش إلك هالحكي. مين؟ الرجال اللي بيقع رقم بيتنا دايما وبيسأل عنك. إيه مبين على صوته إنه معصب وبيحكي بلغة فظيعة. بيتلصص علي بيرجع بيتخبى، هالحيوان الجبان اللي صلصص بالطفل الوسخ. من مسرح مونو، دارين شاهين، قناة الجديد. مارلين مورو لم تنتحر بل قتلت. خلينا نتابع سوا بالبانوراما الفنية. بما أنه وصلنا لنهاية العام الدراسي بمعظم المدارس، خلينا نشوف سوا كيف عم بتكون الأجواء، وتحديداً منروح سوا إلى مدرسة الشويفات الدولية بحفل اختتام السنة الدراسية. شاركت النجمة العالمية شاكيرا في حفل بيلبورد أوردز الذي أقيم مساء أمس الأحد في لاس فيغاس. شاكيرا أشعلت المسرح غناء ورقصا حين قدمت أغنيتها الشهيرة Hips Don't Lie وارتدت فستانا قصيرا باللونين الأسود والذهبي، كما قضت أوقاتا رومانسية مع حبيبها الإسباني جيرار بيكيه خلال السهرة وقبلته بشغف أمام الجميع. كشفت النجمة الأمريكية باميلا أندرسون عن حقيقة صادمة وهي تعرضها للتحرش الجنسي في السادسة من العمر ومن ثم للاغتصاب فيما لم يكن عمرها يتعدى 12 سنة. وقد كشفت هذه الحقائق خلال حفل خيري على هامش مهرجان كان السينمائي وأضافت: تعرضت للتحرش الجنسي على يد مربية أطفال في السادسة من عمري، كما أنني زرت منزل حبيب إحدى الصديقات وقرر شقيقه الأكبر تعليمي لعبة فقادت إلى تدليك للظهر ومن ثم اغتصبت. كانت هذه أول تجربة لي مع الجنس الآخر وكان هو في 25، أما أنا ففي 12. وذكرت أندرسون أن استغلالها الجنسي دفعها إلى التعلق والاهتمام بالحيوانات. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. بعد 52 سنة على وفاتها والتي اعتبرت انتحاراً حينها، كشف كاتب أمريكي في كتابه الجديد أن وفاة النجمة الأمريكية الشهيرة مارلين مورو لم تكن انتحاراً بل جريمة قتل أمر بتنفيذها السيناتور روبرت كينيدي شقيق الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي عبر حقنة قاتلة، وذلك خوفاً من أن تفضح مارلين أسرار علاقتها الحميمة به وبشقيقه الرئيس أيضاً.
أما المنفذون فهم الفنان بيتر لوفورد والطبيب النفسي لمارلين الدكتور رالف غرينسون الذي قام بحقنها بحقنة قاتلة أدت إلى وفاتها على الفور. وجاءت هذه التفاصيل المرعبة في كتاب الكاتب الأمريكي جاي مارجوليز الذي لم يصدر بعد، لكن نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أبرز ما جاء فيه، حيث أجرى تحقيقا مطولا من أجل الوصول إلى هذه المعلومات. كان في النشرة بين جعجع والحريري عقدة عون. ما تركنا أي احتمال أنه مطرحنا، الاحتمال اللي منحبه والاحتمال اللي ما منحبه. سلام الراعي لم يفاتحني في التمديد ولم يحملني رسالة إلى السعودية. هيل من عين التيني تجنب دفع ثمن الفراغ. في الخاص ترسيم حدود داخل البيت الزوجي. وعندي واجب عائلي اولا وواجب كمان تجاه الدولة اللي كمان انا عندي جنسية. من بائع شاي الى رئيس للهند. ايضا كان في النشرة مرة لوحدة. كان هذا كل شيء، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.